الخير يا برهان. قال لي الوزير بلي تسحقني. مولاي الاختراع اللي درته راه يحبس لك مخك. خليني من الاختراع هذا اللي يحبس المخ. اتصور لو كان يحبس مخي يا برهان شكون اللي راح يحكم؟ انت؟ لا يا مولاي. مولاي شوف راني نشوف. ما تقوليش يا برهان بلي راك تختار على الحمام. حاشا لله يا مولاي، الحمام خلقه ربي سبحانه. مولاي انا اختارت هذا اللي يجي لي هذو. لا توجع راسها. مولاي كين ما تزيد حبات لهذا الحمامه تولي تطير ثلاث خطرات اكثر من اللي كانت. انت راح تزيد في السرعه صافي، دير كل ميساجي اللي يوصلوا بيفه. مولاي راني الان في التجربه فقط، وكين وصل النتيجه راني نجيبها لمولاي. عجبتني بزاف هذه الفكره يا برهان. سمع على بالك هذه غير شوف كيفاش تزيد تطورها. على خاطر تصور لو كان نوليو نبيعوا هذا اللي يجي له وتخرج على كاع الناس، خاطش كامل الناس تحب تربح في الوقت. وبالك لو كان تطور نولو ندخلوا دراهم كبار يا برهان. خير من الزيت، كرهنا مع الزيت هذا. شكرا مولاي. شكرك بزاف على هذا الاختراع يا برهان. شكرا مولاي. ونقدروا نسميوها مثلا لتروا اش. ثلاث حمامات. فرحتني يا برهان. شكرا مولاي. مولاي راه جا المرسول تاع دحمانوس وجاب عبله مربوطه. كيفاش؟ عبله بنتي مربوطه؟ نعم. قول له يدخل غير الخير. واش يا مرسول؟ واش هذا التصرف الغير حضاري؟ جيب لي بنتي في القصر تاعي قدام عيني مربوطه؟ نوري. نعم. افتح لها الرباط. حاضر مولاي. مولاي عاشور العاشر، بنتك الامانات وعبله دخلت المملكه تاعنا وحرقت كاع الكوريا تاعنا. هاد لا فاكتور بعثها لك مولاي دحمانوس. اسمع، بنتي تحرق انايا الكورية تاع دحمانوس؟ عبله فهميني صح واش راني نسمع؟ مولاي عنده الحق واش قال؟ بصح دوك نفهمك علاش درت هكذا. ما تفهمينيش. ياك انت قلت لي فهميني. باسكو فهمت. ايه سيدي وليتي تحرقني دوك الكورية تاع الناس. تقول ايش عقلتي يا بنتي؟ مشكل مر مشكل مشكل مر مشكل مشكل مر مشكل، وشنو هذا؟ وين تستعقلي؟ حبيتي تبصيرة؟ وصل يا مرسول. مولاي عندك خمسة كوريات صغار وواحد كبير تقاموا لك 5000 دينار دحماني. هاي. وعندك 351 حصان اللي هربوا و40 اللي ماتوا. صافي كلش 391، وزيد حق الديبلاسمون تاعنا ب 200 دينار. شحال جات؟ 9110 دينار دحماني اور تاكس. هذه بلا تي في بلا لاشارج. شراوي يدير الشونج؟ حبط شويه يا مولاي. شراوي واصل 15 كتروفا نقص مليح. وعلى يا عبله بنتي وعلى ريبتيني على بالك راني نتفتت من داخل راني نتفتت راني نديمونطا يا بنتي. وعلى وعلى هكذا يا بنتي وعلى هكذا. مولاي الرباط هذا تقول ربطو عاود. يا مرسول قول دحمانوس قول راه يقول لك 10 10 اون سيكسكوز على الخساره هذه اللي دارتها بنت وعبله. وقولوا ان شاء الله يعني بربي بربي ان شاء الله نسيي ونعوضوا له يعني الشيء اللي خسرته عبله. متفاهمين؟ نوري. نعم. روح للديبو وجد ماليتها تاع الزيت وبعثها معاها التعويض تاع واش خسرت لنا عبله. شوف دارت لنا مصيبه مع الناس. حاضر مولاي. مولاي دحمانوس يقول بلي كابتنا بالزيت. يا مولاي اسمح لي ندخل روحي، بصح انا بان لي بلي الاميره عبله ما حرقتش الكوريات بلا سبه، ولا راني غلط يا مرسول؟ اسمح لي نروح مولاي. خلاص مولاي راني فتحت الرباط. ما تفتح لها الرباط الاول وعاود ربطها وديها وراي على بالها على بالها وراي رايح. نعاود؟ عاود. وعلاش بابا خليني نفهمك؟ تفهميني ما والو، ما تزيديش تعيطي لي بابا وخلاص. انا بنتي ما تحرقش كوريات انا تاع الناس، فهمتي؟ بنتي انا في الخدمه عاشور وما على باليش بيه، ما نعرفوش. هكذا. شفى عليها مليح. ولدي ما تهمش. دوك نقول نوريها تهلا فيك.
جيب لك الكفته وجيب لك البيفتاك والبنان، انا ندبر راسي. دير شوشو اش راك دير؟ انا نقرا في الباج تاع سبور اللي كيف تاع دحماني يطلعوا لنا ناسيونال اي والتعنا تبهديله كحله على بالك خسروا مع الريال تاع الحباشه بلي بيناتي على بالك راهي قسمت لي قلبي يا ودي كاع انا ثاني لازم لي نبدلها مونترينور ما رانيش على هذا هاني على بنتك عاشور كيفاش بنتك دخلها الحبس؟ دخلها الحبس وزيد ندخلها الحبس وزيد ندخلها الحبس او باش تيشو شي دايراول ديكا مور ديكا ديكا مور ديكا هذه ما حبش تنعل بليس هكذا خير باش تنظعر وتعرف روحها بلي راهي تكبر بصح بنتك بنتك وانا باباها باباها اما علاش ديرها في الحبس؟ الحبس ماشي حل عندك الحق هي خدمت لي على بالك خلاص خدمة نخرجها من الحبس هيا لا لا كيفاش تخرجها في الحبس ما تخرجهاش تعاود دير لك مشكله ما فهمتكش على بالك غطك يا راي في الحبس بتخرجها من الحبس لا لا فسري فهميني ما ندخلها الحبس ما نخرجها من الحبس لو كيف نديرها دخلها خارجه ولا كيف نديرها مالا ما فهمتش كاع مقصودي من اللي راكي حابه نفهم مقصودك هضري لي ديريكت عبله لازم تزوجها تسمى انا مانيش نخمم ها كل ما نهضر على الزواج ما تحبش الزوجيه بنتي لا لا الزوجيه بنتي لا لا واش حبيتيني ندير لها زوجها بالسيف وراكي عارفه رازان راكي عارفه الوقت اللي رانا فيه تاع بكري ياك البناتي حبوا هما اللي خيروا وحدهم ايه مليح ولات الطفله تحكم في باباها دروك انت اللي تحكم ماشي هي انت اللي باباها وانت اللي ديسيدي غير عبله اللي تزوجها النوري استنى اقعد نسحقك وش بك غير هارب حاضر مولاي في الحقيقة راني جمعتكم اليوم خاطش عندي قضية حبيت نقولها لكم إن شاء الله راني معول نزوج بنتي عبلة هذا خبر يفرح يا مولاي كل شي مبروك شحال من واحد متمني يتزوج بالأميرة عبلة شحال؟ بزاف يا مولاي بزاف اه يا مولاي يا نسيبي على بالك تال موراني فرحان راني باغي نجي نسلم عليك صح وقت البوس ولي كناري اليوم كلش مبروك مولاي بصح قول لي مع من باغي تزوجها مع مكتوبها بصح جوستومون هذه اللي ستني حاصل فيها سهل مولاي نزوجوها مع كاش واحد اه فكره مولاي اختار الراجل اللي يعجبك منا على خمسة دقائق يكون هنا اجنو عند رجليك وإلا ما قبلش نطي الله راسه الحرب فارس مولاي حب يدير عرس ما حبش يدير قره مولاي راني نشوف بلي راك تفكر في حاجة مليحة. جوستومون راني نفكر على بالك. نقول لي عليها؟ لو كان نديرو ان تورنوا ونعرضوا كاع الأمراء يبرزوا بالسيف والمخير اسمح لي الشيخ نديل. أنا حابين نديرو عرس ماشي تورنوا. أنا هادي عمري ما شفتها. نوري مولاي حب يربط ما بين التورنوا والعرس. هكذا باش يربح نسيب وبطل فهمتوا كيفاش راني نفكر زغدوا راسكم يا عباد الله زغدوا راسكم هذه اللي كنت نخمم فيها مانيش عارف كيفاش سبقتني لها تعجبني كي تخمم يا مولاي مولاي اسمح لي تعطلت شويه كنت نجرب الحمامه اللي تكلمت لك عليها يا حق قول لي الحمامه هاي تسبيدي فليشة يا مولاي شوف ماذا بيا تبعث معها انفيتاسيون لكامل الامراء المخيرين تاع السيكتور على خاطر راني رايح ان شاء الله نزوج بنتي عبله مبروك عليك يا مولاي مبروك يبارك فيك
لوريت عليك البيبليك، دبر راسك، اتعلق. عارف واش معناتها اتعلق؟ نحب اصطاد مطرطق. وزيد قول النوريه باش الطعام. هذا مرة طعام نحبو مفتول مليح، تروى ولا كتفة، دبر راسك، المهم يذوب في الفم. والحلوى من كل نوع. حاضر مولاي. فارس والواسير. انتم في الحقيقة عندكم خدمة صغيرة، يعني ديروا لنا غير لا فينيسيون. سيرتو الكورتاج، نحب العاود يكون عاود. مش شبانة. وتكونوا مكوبري كامل بالورد ان شاء الله، من في رجليه وديروا لنا الورد. قعلتو ثاني، زيدوا ديروا لها شويه ورد. مالا ذوك نقدر نقول باللي الملك عاشور العاشر يعلن الحرب. حسرة. تورنوا؟ تورنوا. تتولى تاكل؟ ما حبتش مولاي. واش ما حبتش؟ تاكل. على واش تتولى؟ كالعادة العدس كما قال المحبسية. من وين تولوا المحبسية تاع عاشور العاشر ياكلوا العدس؟ نحب من برك تجيبوا لها الدجاج والبيفتك والديسان، فهمت؟ حاضر مولاي. عبلة بنتي. أنا وصيتهم باش يجيبوا لك الدجاج والبيفتك وشوية ديسان. كيفاش رميتني في الحبس وتقولهم يجيبوا لي الدجاج والبيفتك باش ناكل؟ ما ناكلش، تغش روحك. إيه بصح أنتي ثانية يا بنتي. مش تشتي قالت لي درتيهم، هاكي حركتي كامل الكوانة تاع دحمانيش. هيا بالنسبة لي وين راح نديرك يا بنتي؟ درت قاع هاد الشيء على جالك. دحمانيش كان حاب يصدم عليك، صافا هكا. مانيش كان حاب يصدم عليا وانا نبعثلو في الزيت ونطيلو في الزيت المليحه ووثرانتيكرا ومور ظهري خطط صراكه يا دحمانوس يعطيك الصحه بنتي بصح كنتي تقولي لي كل شاورتيني هكذاك كنت نعرف واش ندير على بالك شعلاش قامت لينا هذاك الحركه هذاك تاع الكواري تاع دحمانوس اكثر من التورنوا اللي راني نديرو على جالك باش نزوجك تورنوا تزوجني شك تقول بابا يا سكان مملكة عاشور عرضة ذات منفعة عامة السلطان عاشور العاشر ربي يطول في عمره وينقص من عمركم راح يدير تورنوا تاع دبزة بالسيوفة واللي يربح يا طول سكنة جامي بالصح يتزوج بالأميرة عبلة مكان لا انت لا هو التورنوا هادي اكسكلوزيف للعمراء وحنا واش نربحوا من هذا ما تتقلقوش الدخله باطل ورايح نديركم لي ساندويتش كومبلي بولي ولي تشيز برجر ماذا بكم تعمروا نصطاد والباقي علينا لي فيميجيل والمحارق ما كاش اسمعوا الامراء راح يجوا من كل بلاصه والعرس راح يكون مور التورنوا ماذا بكم تحمروا لنا وجوهنا فهمتوني ولا وانتم منسى اعطونا تولويلة على الامير عبلة Ashur 10 what is this that I'm hearing about a tournament bloody hell واش هاد الحضرة تاع التورنوا رجعت بنتك لكوب اللي ينبح يديها ولادي القديمه خليني نفهمك قالك ثاني تدخل في الفاميليا حبيت برك نفهم ما تحبش جوستومون انا اللي نحب ماريا جوستي جوستي انا جوستومون درت هذه جوستومون في صلاح بنتي وش بك باش درت التورنوا عباك غير هكذاك وراني عرضت كاع الامراء الكبار باش بنتي تدين مخير فيهم بنتي ماشي لا كوب
My daughter will not be married like that. ما تتزوج هكا. بنتي تدي لي تهب هو يهبها. سمعتي ما حبيتيش تفهمي. أنا درت هكذا قلت لك على صلاح بنتي، صافا؟ وزيد كلمتي هي اللي تجوز، ما كان حتى واحد اللي راح يبدل لي رأيي. أنت ديكتاتور. أنا ديكتاتور. Yes, that's what I said. والناس على بالها بلي أنت ديكتاتور. مع الصباح العذراء هذه. أسمع. مش أنت ديكتاتور. يعني يا مولاي تعمل واش تحب وزيد رايك هو اللي يجوز. ديك الصحة ماريا. كنت حاسب ديكتاتور كشغل سبيتيني سانسير. سي فغي. أنا ديكتاتور. وراني ندكتر لو ماكسيموم باش نولي لو ميور ديكتاتور دو موند. Unbelievable. مكتوب ربي. عبلة بنتي هذا الحطة كامل درتها على جالك وراكي قاعدة مش نفسها. عطيها يا مو بضحكة. هيا عبلة عبلة خلاص دوكي فوت لها. كيف فوت لها الحال؟ عجبتني هاد ليدي تاع التورنوا. شكون عطاها لك شوشو؟ شكون طالي هذه هضرة تاع شكون طالي؟ أنا اللي لقيتها. تعجبني كي تلقاها يا مولاي. فارس هذاك هو الوقت. أعلن افتتاح الدورة. أمرك مولاي. يا سكان المملكة، أنا الجنرال فارس قائد الجيش نسيب السلطان عاشور العاشر وخو السلطان رزان وخال الأمير فارس. دوك على راك تدير في السمير. زيد عطيهم باقي للجروب سونغ نتاعنا باش تتهنى. عاشور علاشك تبهدل فيه هكا قدامهم؟ ما كي تشوفي فيه كيف راهو يعجن. دوك الشعب واش يقول لي والاخر يقول لك مرجعنا ويتبدل حبيش بدنا كاع الفاميليا ولا قدم نورمال. خليه. ايا قدم. زيد كيما كنت نفهمكم اعلن رسميا عن افتتاح الدوره. يا سكان المملكه هذه الدوره برعايه زيد سلطان عاشور العاشر. المقابلة الأولى بين عراج أمير مملكة بغداد. ومبارك أمير مملكة الحبشة. بارك هذا الله يبارك. شوف يما يخص والو. شوف كيف هذاك الميسك وهذاك وبين بلي يروح بعيد. وانا عندي علاقة مليحة مع اصحاب الحبشة. على بالك يا بنتي غير ما كلت شنفي واحد كيما مبارك هكذا ودير كي السبع هذا ما يخص والو الحق. والمشارك الاتي هو الامير بليبن من مملكة حمستان. يا لطيف لا إله إلا الله.
شكون هذا؟ شكون هذا؟ هذا بنيفان يا مولاي اللي تكلمت لك عليه. إنسان مربي وما تنساش باللي باباه بوشكارة خمس، وكان بنتك تقبل تزوج به تصوبها هو. كيف بنت تدي هذا؟ مش شفت المشكلة تاع دراعتي تقول في نطاعة شيكولا. عبلة بل ما كانت نخلعي بنتي، هذا ما كان والو فوليوم برك حجم، هذا كومبا وحده ويقاري راسها بني آدم. يلا كاين ليسبوار، وديري في بالك باللي باباك راه مخير لك غير الامور الصح. تعجبني يا مولاي كي تخير. خلو فارس شوف ضربو بضربه غلبو. كون طاح بين يديا وكي ندير له عندها الزهر، عندها زهر كبير. وزير وذا بنيبن هذا يلعب في قالي ماتش مولاي دلنا السيستم تاع لي فانكور، يعني اللي يربح يكمل. أمير براي اللي اختفرحنا يخيرك واجد. راني واجد مولاي عاشور. أمير براي دير في بالك باللي بنيبن هذا ماشي لازم لك يخلعك، استعمل مع القوة ويليق برك تبوشي. مش ناكل روجي مرجانة شي وقتها. وش بيك كي حابة تراح فيني ثاني ولا واش؟ شدي يمك خلينا نهضروا مع الرجال. أمير براي لازم لك تعطي له درس على المملكة تاعك. مولاي عاشور احنا علمونا في المملكة متاعنا الشجاعة والتضحية، وانا قابل الموت في خاطر الأميرة عبلة. بصح انا مانيش حابك تموت، انا الا ما توش حندير بك، انا اللي حابك تحيا وتطيح لي بليبل. هكذا الأمير براي هيا تكل على الله. Thank you.
الجميع.